أعلن الجيش الإسرائيلي قتل القائد الميداني التابع لحماس في دير البلح عادل مسماح. وبين الجيش الإسرائيلي أن مسماح لعب دورا قياديا في هجوم 7 أكتوبر، وأن تحييده تم بغارة جوية وبتوجيه استخباراتي دقيق. ينضم إلينا من رفح جنوبية قطاع غزة مراسلنا حازم البنا. حازم، أهلا بك. طلعنا على الأوضاع الميدانية لديك بعد الغارة التي سلسلة الغارات التي شنتها إسرائيل صباح العام الجديد على قطاع غزة، أيضا بنظر إلى تصفية القيادي قتائب القسام عادل المسماح، وما مردود ذلك أو ما الذي يتردد بخصوص ذلك؟ نعم، تحية لك مروج. عمليا الفلسطينيون في قطاع غزة استقبلوا هذا العام الجديد بمزيد من المآسي ومزيد من الآلام ومزيد من أيضا يعني زوال الذكريات الجميلة التي كانوا يحملونها قبل الحرب لأحيائهم وأيضا طموحاتهم وأحلامهم، ولكن في ظل هذه الحرب المستمرة 86 يوما ما زالوا يحصدون مزيدا من الخسائر سواء في الأرواح أو الممتلكات أو حتى في رؤيتهم لمستقبل الأوضاع في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب، لأنه ستبدأ حرب أخرى بعد انتهاء هذه الحرب، حرب إعادة الإعمار وحرب أيضا يعني بناء مستقبل جديد في عموم المناطق في قطاع غزة. الغارات ما تزال مستمرة، وما زال الجيش الإسرائيلي عمليا يعني يركز من غاراته الجوية سواء في مناطق شمال قطاع غزة أو حتى في مناطق الشرقية، رغم أنه انسحب من بعض المحاور لكنه ما زال يتمركز في حدود أو أطراف المناطق الشمالية وأيضا الشرقية في إطار ما أعلن عنه في وقت سابق إقامة شريط أمني ضيق في محيط هذه الأطراف، ولا يسمح عمليا للمواطنين ليعودوا ليتفقدوا منازلهم. تنتشر القناصة على أسطح عدد من المنازل، وتنتشر أيضا الطائرات المسيرة وتطلق الرصاص على كل من يحاول أن يقترب إلى هذه المناطق والأطراف الحدودية من المواطنين الذين يعني يريدون أن يتفقدوا منازلهم. وفي الأسابيع الماضية يعني سقط عدد من الفلسطينيين خلال أسبوعين الماضيين برصاص قناصة وبرصاص أيضا الطائرات المسيرة التي تطلق النيران على كل من يتحرك في هذه المناطق. عمليا الجيش الإسرائيلي يركز في هذه الأوقات على المناورة البرية والعملية العسكرية التي ما تزال مستمرة في مناطق جنوبي القطاع سواء في مناطق شرقي خان يونس أو حتى في المحافظات الوسطى، ويعلن يعني في كل مرة عن مواصلة يعني شن هجمات باتجاه أهداف تتصل بحركة حماس سواء فيما يتعلق بهذه الأنفاق التحت أرضية التي ما تزال تشكل تحديا كبيرا أمام القوات الإسرائيلية، لأنه مقاتلين فلسطينيين من حركة حماس ومن غيرهم يتسللون من هذه الأنفاق ويستخدموا أيضا ركام المنازل المنورة لينصبوا كمائن ويستهدفوا القوات الإسرائيلية بهذه القذائف سواء المضادة للأفراد أو حتى المضادة للدروع للآليات العسكرية الإسرائيلية. وفي نفس الوقت الجيش الإسرائيلي أعلن في صباح هذا اليوم عن تصفية نحو 150 من المقاتلين الفلسطينيين، وأعلن عن تصفية القائد وحدة النخبة في منطقة وسط قطاع غزة في دير البلح عادل مسماح الذي اتهمه عمليا بالمشاركة في اقتحام موقع كيسوفيم في جنوب قطاع غزة. لا يوجد هناك أصداء حول ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، عمليا حركة حماس لم تعلق على هذا الأمر، ولكن في كل الأحوال الجيش الإسرائيلي يحاول بقدر الإمكان أن يجمع معلومات استخباراتية عن جميع هؤلاء النشطاء الذين كان لهم دور في عمليات الاقتحام للحدود والقيام بعمليات 7 أكتوبر، ويجتهد في تصفية هذه العناصر. لكن في كل الأحوال ما تزال التقديرات الأمنية فيما يتعلق بمجريات القتال صعبة، يشيرون إلى أن الجيش الإسرائيلي عمليا يقوم بسحب مجموعة من الألوية ويدعم بمجموعات أخرى من المقاتلين، ويواجه تحديات أيضا
في إطار هذه العمليات التي تجري على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ بعيدة المدى. رصدنا في الساعات الماضية هذه الصواريخ التي تنطلق باتجاه منطقة تل أبيب، ويشيرون بأن الحركة لديها قدرة عمليا على السيطرة والقيادة واستمرار إطلاق صواريخ بعيدة المدى. ولكن في ذات الوقت يشيرون أيضا إلى أن هذه العملية في إطار هذه التعقيدات مروج ستستمر لأشهر، في إطار أيضا التحديات التي تقف أمام إسرائيل على الجبهة الشمالية. شكرا جزيلا لك حازم البنا، مراسلنا من جنوبية قطاع غزة.